السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله، وتكونوا دزتوا هذه المحنه بخير وعلى خير، وترجع المياه لمجاريها ان شاء الله. بغيت نكمل معكم الفلوق او التصافيره ديالتي لدوله اسبانيا كيف ما وعدتكم انني غادي نكمل معكم ان شاء الله الفلوق ديالي. هاني غادي نكملوا معكم بعد ما خرجت من مدينه مربيه، جيت لقرطبه وبالضبط الرجوع ديال مورو اللي كتشاهدوا البنايه ديالها كتجي بحال هذا الشكل هذا. قرطبه صراحه مدينه زوينه بزاف. بعد ما حطيت الامتعه ديالتي في لابارتمون اللي شدينا عند داك الدكتور وكذلك عنده لابارتمون في قرطبه، جيت مباشره لميركادونا تقضيت فيها داكشي اللي غادي يخصني كامل وداكشي اللي غادي ياكل وليداتي بحكم انني ما غاديش ناكل بزاف في الزنقه. تقضيت داكشي اللي غادي يخصني كامل، جا في الجمعه وتقضيت حتى الخضيره هكا باش ندير لهم شويه ديال السكسو، وما نساوش بيتزا اوتون اللي كتجي ساهله وفي نفس الوقت يعني ما فيها حتى شي حاجه حرام، يعني ما فيهاش لا اللحم ديال الحلوف لا الدجاج لا حتى شي حاجه. من الاحسن تاخذوا دائما هذا، وهذا الطون هذا كننصحكم به بزاف الناس اللي كيجيو لاسبانيا ياخذوا هذا الطون هذا اللي فيه 800 ولا 900 غرام على ما كنظن، راه كيجي زوين بزاف وصراحه زوين عجبني، خديت منه بزاف جبته لداري. صافي بعد ما تقضيت كاع داكشي اللي غادي يخصني تقضيت هادشي غادي نستفو، ولقيت واحد المغربي كيبيع سكسو البلبوله جبته معايا هو اللي فورت، وفورت بشويه ديال الجديد اللي جبت معايا من داري من المغرب. ايوا كيف ما كتعرفوا تغدينا لعبوا الدراري شويه في لابيسين، ايوا من بعد حتى شويه هذيك حتى العشيه حيت كان سخون الحال صراحه. قرطبه المناخ ديالها بحال ديال المغرب خصوصا بحال ديال مراكش كان سخون الحال، لعبوا الدراري شويه حتى برد الحال شويه العشيه مع ديك جويه 6 ولا 6 ونص وصافي غادي نمشيو لواحد المول قريب لهاد الرجو ديال المورو. غادي نمشيو بالطوموبيل لواحد الحي سميتو مارغاريتا، فيه هاد المول هذا زوين صراحه فيه كل شيء، غادي نمشيو نضربو فيه دويره في نفس الوقت الا عجبتنا شي حاجه كنتقطاو، ما غاديش نجلس حتى النهار الاخر عاد نتقطا كل شيء، كل مره الا خرجت كناخذ شي حاجه باش ما نعاودش نرجع لديك البلاصه. هادشي اللي كاين البنات، وكيف كتعرفوا اسبانيا وحده من اكثر البلدان زياره في العالم، وهي ثالث دوله من حيث عدد السياح. اسبانيا المملكه العريقه اللي تشهرت بواحد الكم الهائل من الحضارات والثقافات حيت فيها بزاف ديال الاثار الاسلاميه، وزيد عليها بزاف ديال البحوره اللي عندهم، وهي افضل وجهه مثاليه لهواه التسوق. وهذه معلومه مهمه جدا لكل لاي واحد كيقرر يسافر لاسبانيا. غادي نخليكم تشوفوا معايا هذا المحل هذا، صراحه راه كل شيء واضح، عندهم الكويت واعرين رغم اني مشيت لواحد السوق شعبي ما صورتوش، ما بغيتش نكثر عليكم لا فيديو. فيه هاد الكويت هادو غير بعشرة اورو بالحق، راه الالوان ديالهم ما مقادينش يعني مزوق النص ديالو النص ما مزوقش. داكشي علاش جيت لهنايا وخديت الكويت للدراري وخديت ليا انا، وخديت في المحلات هنا صراحه ماشي بحال مربيه اللي قلت لكم ديجا راه كان غاليه بزاف. هنايا الاثمنه زوينين بزاف اللي بغيت تقطع فيها. غادي نشارك معكم اي حاجه غادي نشاركها معكم، وغادي نوريكم الاثمنه كيف كتشوفوا هنايا الزبرديلات في الاشكال والانواع، داكشي كلاس وسبور كلشي، وغادي نشارك معكم الاثمنه من طبيعه الحال باش تاخذوا فكره. نخليكم مع لا فيديو باش تشوفوا كلشي.
واللي لاحظت هنا في اسبانيا البنات ان عندهم بزاف ديال لي مارك بارابور فرنسا. مشيت لفرنسا هضرت فيها بزاف، ولكن هنايا شفت لي مارك بزاف، وخصوصا ان عندهم واحد المول كبير بزاف سميتو كورت انجليش. ما مشيتش ليه صراحه، ما بقاش عندي الوقت، ولكن اكيد فاش غادي نمشي عاوتاني المره الثانيه لاسبانيا غادي نمشي لذاك المول وغادي نشارك معكم الرحله ديالتي تما ان شاء الله. هذا المحل فيه كل شيء، لدرجه ان فيه حتى داكشي رخيص كيف لاحظتوا، راه وريتو لكم فيه حتى داكشي اللي كيدير غير انورو، وعندهم لي مارك بزاف يعني من انورو وانت طالع للفوق يعني انت وجيبك، ودايرين دي برومو زوينين البنات. ايوا داك المول ما خرجنا منه حتى ظلم الحال، وجينا لهنا لواحد البلاصه سميتو طابليرو. طابليرو بينو بين الرجو ديال المورو اللي حنا هابطين فيها غير رومفان غير شانتي، هذه هي احسن بلاصه كليت فيها صراحه. فيها واحد الناضوري، هذا لو سناك هذا زوين بزاف، كيطيب داكشي واعر وبنين، وكثر اكثر من هذا الشيء انه كل شيء حلال، يعني عرفتي فين غتاكل. وهذه هي الوجهه الاخرى اللي تقدر تاكل فيها في نص الليل، يعني لا سدوا المحلات صافي الناس نعسوا، تقدر تلقى هذا باقي حال. والاثمنه ها هما كي كتشوفوهم اثمنه جد مناسبه بارابور البلايص اخرين اللي مشيت ليهم كليت فيهم 20 اورو 30 اورو يلا كتاكل ديال دي ساندويتش. هذا الشيء دابا اللي كليت كله هاد البطاطا هذه اللي عامره بالخضره والشاورما ديال الدجاج اللي صراحه بنينه بزاف، وهذا وهذا البانيني حتى هو طويل بزاف. ايوا وهذا والماس هادي والماس عندهم زوينه بزاف، والمناضة ما تخلص عندنا عطاها لينا كادو، يعني ما حسبهاش لينا ب 17 اورو. ايوا هنايا الغد لي في الصباح ما خرجنا فين حتى برد الحال، ومشات الشمس تغرب حيت كان صاد بزاف البنات قرطبه جو ديالها بحال تاع مراكش. ما خرجنا حتى العشيه برد الحال، تقريبا غتكون هنايا الساعه تكون 6 وثلث. شدينا الطوبيس ما مشيناش في الطوموبيل حيت ما مخالطينش، غادي نمشيو لمسجد قرطبه، هذا كيتسمى ثاني اكبر مسجد غادي نمشيو نكتشفوه. كنتمنى نلقاه باقي حال. اورو و55 اورو و55 باش ركبنا الطوبيس الواحد تيحطنا في السونتر، وغادي نكملوا على رجلينا في دوك الزناقي من طبيعه الحال بالجي بي اس. ولكن ضروري خصني نسول، واخا تابعين جي بي اس وكيوري لنا الطريق، ولكن ضروري خصني نتاكد وفعلا داكشي اللي كاين. شوفوا البنايه سبحان الله العظيم، بنايه مغربيه بزليج ديالها الفاسي، كل شيء كيوحي بحال البني بحال ديال فاس بحال ديال تطوان بحال ديال شفشاون. هذا واحد الحبس، شوف سبحان الله كي داير هنا. هذا المنزل كانوا حابسين فيه واحد ما عرفت حاكمين عليه هنايا، كانوا ولادو قاطعين لهم الريوس ولا ما عرفت شنو كتبين في هاد اللوحه هادي، ما كانتش واضحه حيت تمحات. هاد السيد هذا اللي لابس الكاسكيطه هو اللي نعت لينا، حيت تلفنا في اخر لحظه تلفنا ونعت لينا البلاصه ونعت لينا الجامع، وجينا للاسف لقيناه يلا 10 دقائق باش سدو، يعني لقيناهم سدو مع 6 ونص، ما وصلناش بكري. معليش قلنا غادي نكتشفوا هاد البليصه هادي، وفعلا كتستاهل الزياره اكتشفنا. وهاد الاواني تبارك الله زوينين بزاف، اواني اندلسيه، ولكن الثمن مشحر بزاف، مشحر لواحد الدرجه ما تصورش على البال، ولكن واعرين كيسطيو. هذا الطبيصيل هذا صغير ب 500 درهم 49 فاصله 49 اورو فاصله 80 البنات، يعني
قولوا 500 درهم 50 يورو نيت هذيك. المعلومه اللي غادي نعطيكم اخوتي على هذا المسجد مسجد قرطبه هو انه اشهر من اشهر المساجد تاريخيا وثاني اكبر مسجد، وظل صوت الاذان كيتسمع في هذا المسجد لمده 4 قرون، وتم بناؤه عام 784 في الفتره اللي كانوا المسلمين شادين الحكم في اسبانيا. ولكن من بعد ما غاديش نقول انا هما مغاربه او لبنانيين او سعوديين حيت كل واحد كيلغي بلغاه، غادي نقول المسلمين حيت جميع المسلمين في دول العالم كانوا دايزين هنا. ولكن من بعد ما نهزموا العرب او المسلمين امام المسيح في مدينه الاندلس ناضوا شيدوا لداخل واحد الكنيسه صغيره، ولا هذا المسجد كنيسه فعليه، وهذا الشيء في عام 1520 ميلاديه. الرواية الإسبانية أنها كانت كنيسة قديمة اسمها سان فينسات، ولكن فاش جاو المسلمين يفتحوا بلاد الأندلس حولوها لمسجد قرطبة بأمر من عبد الرحمن الأول. ولكن فاش سقطوا الأندلس ردوها عاوتاني للكنيسة، ولكن المسلمين قالوا بلي كانت كنيسة صغيرة وما هدموهاش، وإنما بنوا مسجد في جنبها ماشي على أنقاضها، وهذا الشيء اللي كان في التاريخ أصلاً، وهو نسخة شبيهة بمسجد الأموي اللي في دمشق والحرم المكي. ولكن كاين شوية تاع الاختلافات اللي غادي نشاركهم معكم في فيديو خاص بهذا المسجد فاش نعود الزيارة إن شاء الله، ونصور لكم الداخل ديالو كامل. من بعد ما كملنا الجوله ديالنا هنايا غادي نشدو الطوبيس باش نرجعو فحالنا قبل ما تحبس الطوبيس، يعني مع تسعود اللي كتحبس الطوبيس غادي نمشيو فحالنا للدار باش نوجد العشيوه باش ما ناكلوش في الزنقه. غادي نمشي للدار نقاد العشيوه تشهاو ليا الدراري سباكيتي بولونيز، والبولونيز راه ديجا شاركتو معكم، واللي ما شافش الفيديو غادي يرجع وغادي نحط لكم الرابط ديالو هنايا في اسفل في صندوق الوصف، وغادي تدخلوا البولونيز كيفاش كنديرها. هنا يا البنات صافي قربت الرحله ديالي تكمل، صافي كنوجد باش نمشي وكنتقضى. هنا غادي ندخل لواحد المحل زوين بزاف، اللي جا لاسبانيا واللي مشى لاسبانيا عفوا يقلب على هذا المحل، هذا اروماس البنات واعر بزاف. عرفتي راه اي حاجه كتقلبوا عليها سواء من لي بارفان سواء من لي برودوي سواء من الماكياج، اثمنه مناسبه، ولي كادو بزاف، شي حاجه كتحمق اثمنه بزاف مناسبه ما نكذبش عليكم. تقطيت فيها وانا فرحانه وانا عاجبني الحال، لا من ناحيه لي بارفان لا من ناحيه هانتوما شوفوا هذا زوموا عليه وديروا عليه ديروا ليه بوز كلينيك، راه كتحمقني لا مارك ديال كلينيك. كناخذ الفوندو تاع ب 50 اورو ولقيتها هنايا غير ب 24 اورو، راه واحد الثمن ما نقول لكمش، واحد التخفيض زوين بزاف. انتما كتشوفوا فيه كل شيء، لا لي باندوش زوينين لي شامبوان لي بارفان كل شيء كاين كل شيء، واثمنه انتما كتشوفوا كل شيء. من بعد دزت هنايا دزت عاوتاني الميركادونا باش نتقضى اخر النق ديالي، عوض انني ما نمشي لاكادير ونمشي لي غون سيرفاس باش نتقضى المؤونه ديالتي ديال شهر ولا شهرين كتسناني، وغادي نتلاقى مع الدخول المدرسي مباشره. اللهم نتقضى داكشي، الطوموبيل جبتها اللهم نتقضى داكشي كلشي اللي خاصني، ونخشي كلشي في طوموبيلتي ونمشي مهنيه باش ما باقيش تسناني المقضيه في المغرب. داكشي اللي درت تقضيت كلشي، وحتى هنايا اصلا الثمن ديالو
ناقص على لي غون سيرفاس اللي عندنا في المغرب. ايوا وهذه الغديوه ديال النهار الاخر فاش غنودعوا اسبانيا. حرضتها على صاحبتي وراجلي حتى هو جا خلط علينا بالطياره باش نرجعوا مجموعين في الطوموبيل. درت هنايا الدجاج بالضغميره اللي ديجا عاوتاني شاركته معكم. غادي نتغداو هنايا ومن بعد غادي نجمعوا الباكاج ديالنا وغادي نشدوا الطريق باش نرجعوا في حالتنا. هنا طريفه درنا كتدخلوا للسوبر مارشي هنايا كتخلصوا المازوت هو الاول كيعطيكم الفاكتوره عاد كتجيو كديروا المازوت لريوسكم. ايوا درنا البلان صافي من بعد شدينا الطريق وغادي نشارك معكم واحد المعلومه ما تمشيو فين. المعلومه اللي غادي نشارك معكم اخوتي قليل اللي تيقولها. هاد الفاكتورات هادو كاملين غتقولوا لي علاش خبيتيهم؟ انا غنقول لكم هاد الفاكتورات كاملين البنات داكشي كاع اللي كنت كنتقضى كنخبيهم حيت هادشي كلشي غادي نتخلص عليه. هانتوما ديال 100 اورو 200 اورو 50 اورو 20 اورو اي حاجه شريتوها في اي سوبر مارشي وفي اي مغازا واللي مارك داكشي كلشي اللي تقضيتو كتجمعوا الفاكتورات ديالو. ولكن اش خصكم ديروا وقت ما تقضيتوا شي حاجه وكيعطيكم هذاك الفاكتوره كتدفع عليه الباسبور ديالك وتتقول لي يعطيك واحد بحال تيفيا كتكون فيه نمره الباسبور ديالك والسميه ديالك والكنيه ديالك والثمن باش تقضيتي عنده من غير هاد الفاكتورات هادو. انا ديك الفاكتوره نسيتها جمعت غير لي فاكتور هادو ونسيت ديك الورقه الكبيره بحال تيفيا بحال ديال الضريبه كتجيبها لهاد لا ماشين هادي كتكون خصوصا في هادشي ديال لي باطو كتكون هنايا قبل ما تدخل الباطو. من الاحسن ديروا العربيه باش يجيكم داكشي ساهل وكيكون واضح بزاف. كتسكاني داك الكود بار فاش كتسكاني الكود بار صافي كيعطيك واحد الوريقه فاش هانتوما الناس كلشي جابوا الفاكتورات ديالهم فاش كتسكاني هذاك لي فاكتور كلهم كتجي لهاد التاكس فري باش كتعطيهم دوك لي فاكتور وكتعطيهم ديك الورقه ومن بعد كيعطيوك الفلوس يعني كيردوا لك بحال الا قلتي تقضيتي مثلا بواحد 100 اورو ولا 300 اورو يردوا لك واحد 50 اورو تقريبا وراه مزيانه. يعني الا تقضيتي واحد 5000 اورو راه واحد 100 اورو غادي تشدها أم وبعد هادشي اللي كاين. ولكن انا للاسف ديك الورقه خليتها نسيتها تما ما جبتهاش معايا وما ربحت والو ضربت تماره. هنايا صافي جينا في الباطو الباطو صراحه ملي رجعنا فيه خاوي رجعنا في الباطو خاوي ما كاينش بنادم بزاف. جبت معايا ساشيه ديال الزريعه صراحه الزريعه ديالهم زوينه الحبات ديالها كبار كتشدوا هاد الوريقات هادو بحال ديال الطياره كتعمروهم. فاش مشينا لاسبانيا ما عمرناهمش ولكن في الرجوع من اسبانيا المغرب ضروري كتعمروهم. هنايا في الديوانه ديال المغرب هنا في الديوانه ديال المغرب في طنجه صافي تيقلبوا وتيفيريفيو داكشي ما تيسخسخو ما والو. دخلنا لطنجه بالليل قلنا اشنو غادي نديرو بلاتي ناكلو في المرسى باش نشدوها طواله ديريك حتى لاكادير يعني ما نوقفوش نهائيا حتى لاكادير. هاكي كتشوفوا نتوما المرسى تبارك الله ما شاء الله عامره بنادم وبلاصه البحر بلاصه الحوت كيف كيقولوا زعما طنجه بلاصه الحوت وكيكون الثمن مناسب. جينا تبارك الله ما شاء الله الفيترينا كيف كتشوفوها منوعه وحتى الميني فاش جيت نقراه زعما مزيان. خدينا واحد فريتور سبيسيال ديال 100 درهم فريتور سبيسيال 100 درهم وشلاضه صافي شلاضه كي كتشوفوها نيسوازا هي كي دايره نيسوازا عندهم والبايله ها هي كي دايره البايله حتى هي شي 27 درهم تقريبا. الا بقيت انا عقل راه الميني غديروا ليه بوز غتشوفوه هي راه غير الزواق من الفوق. والفريتور سبيسيال كي كتشوفوا ما كايناش لا الميرنا لا الصول وماشي كالامار راه سيبيا البوطه هادي ماشي سيبيا مقارنه مع ديال اكادير صورت لكم باش تشوفوا المقارنه. ها هو سبيسيال ب 100 درهم في ميستر فيش في اكادير للاسف كاين فرق كبير صافي. المهم
كلينا داكشي اللي قسم الله وشدينا الطريق ديريكت حتى الأكادير وصافي. هذه هي الجولة اللي شاركت معكم في إسبانيا قرطبة، وإن شاء الله باقي الجولات جايين القدام وغادي نشارك معكم بزاف ديال الجولات إن شاء الله. هادشي اللي كاين البنات، دابا غادي نمشيو نشدو الطريق إن شاء الله لأكادير. هذا الفيديو صورته ودرت ليه المونتاج، ولكن الصوت مازال ما درتو حتى فات هاد الأزمة هادي وهاد الفاجعة هادي. الله يحضر سلامة والله يكتب علينا ما كاتب الخير. عاد درت المونتاج بالصوت. هادشي اللي كاين البنات، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله.